المهم سيدنا سفيان الثوري كده راح فين؟ راح اليمن. فلما نزل اليمن ارسل في طلبه وقيل من ياتي به فله 10,000. فسرق شيء فين؟ في اليمن، في المكان الذي كان فيه سفيان. طبعا هو بالنسبه لهم انسان غريب، فلما سرق هذا الشيء يتهموا مين؟ يتهموا الغريب، فاتهموا سفيان بالسرقه، فرفع الى الامير وهو معن بن زائده، وكان قد كتب اليه في طلبه، يعني الامير ده هو كمان مبعوث له رساله من الخليفه، امسك بمن؟ بسفيان، واجعل جائزة لمن يأتي به 10,000. فذهبوا به إلى معن بن زائدة وكان الأمير. فلما دخلوا على معن بن زائدة قالوا له هذا قد سرق منا. فقال له لما سرقت متاعهم؟ قال فقلت، سفيان بيتكلم، ما سرقت شيئا. فقال لهم الأمير تنحوا لأسائله. قال فلما خرج الناس أقبل علي فقال ما اسمه؟ قلت عبد الله ابن عبد الرحمن. هو اسمه إيه أصلا؟ سفيان الثوري. سبحان الله. قال قلت عبد الله ابن عبد الرحمن، تورية دي، هو عبد لله وأبوه مسلم وهو عبد للرحمن. قال قلت عبد الله ابن عبد الرحمن، بس على مين؟ معن بن زائدة كان ذكي. فقال نشدتك الله لما انتسبت. لا سيبك من الكلام ده، احنا عارفين عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد البر، في كل الكلام ده احنا عارفينه، لأنك تصف نفسك وتصف آبائك وأجدادك بصفة العبودية، وهذه لا ينفك عنها مسلم. فقال له نشدتك الله لما انتسبت، يعني ايه؟ ان انت تذكر اسمك الحقيقي، سيبك من عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كذا، دي الاشياء اللي فيها ايه؟ عبد، احنا عارفين الكلام ده، انا عاوز اسمك الحقيقي. قال قلت له انا سفيان ابن سعيد ابن مسروق. قال الثوري. قلت الثوري. يا سبحان الله، يعني هو ايه؟ اعترف له، وهذا من المروءة. قال فاطرق ساعة، يعني سكت شوية كده، ثم قال له ما شئت فاقم ومتى شئت فرحل. يا الله، الله بيقول له انا الوالي بتاع المدينه دي، لو عاوز تفضل مقيم فيها خليك فيها، لو عاوز تمشي منها وترحل منها فرحل. قال ما شئت فاقم وما شئت فرحل، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. يا ربي على الاخلاق، شوف المروءه دي، سبحان الله. يقول له لو انت كنت مستخبي تحت قدمي مستحيل ارفع عنك قدمي حتى لا يعرفك احد. وهذا يدل على ايه؟ على مروءه معن بن زائده رضي الله عنه ورحمه الله.